النهارده واحنا بنتكلم عن تتويج الاهلي ببطوله افريقيا في النسخه اللي فاتت دي بكل بقى ظروفها، يعني كان في ظروف محاصره الفريق اكيد، وده بيدل على ان الاهلي ولاعبته رجاله، رجاله قادرين على تحدي وقهر الصعب، لكن طبعا بنتمنى الشفاء العاجل لمجموعه اللعيبه المصابه. يمكن النهارده كورونا بتضرب صفوف النادي الاهلي، لكن الاستاذ محمد الضماطي طبعا يعني بنقول له الف سلامه عليك. موسيماني، مباراه بطل النيجر اكيد البدايه النهارده عشان يعني تعانق هذا المجد الافريقي مره تانية مش سهل، فان شاء الله. يمكن خلونا استعرض مع حضراتكم كمان قائمه الاهلي النهارده اللي سافرت النهارده الظهر. محمد الشناوي على راس القائمه، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد رمضان بيكم، ومحمود وحيد، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وايمن اشرف طبعا، بدر بنون، اريو ديانج، صلاح محسن، علي معلول، احمد ياسر ريان، أكرم توفيق، وجيرالدو، وهاني طبعا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري، وسعد سمير. هنروح نشوف التقرير اللي مع حضراتكم ده عن سفر بعثة الأهلي للنيجر، ونرجع في البيت الكبير. رغبة في الحفاظ على اللقب الإفريقي للموسم الثاني على التوالي، غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى النيجر استعدادا لانطلاق مباريات المارد الأحمر في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي توج الفريق بلقبها النسخة الماضية على حساب الزمالك. ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره سونيدب بطل النيجر ضمن مباريات الذهاب لدور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة العودة بالقاهرة. وبالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة بطل النيجر، إلا أن الثقة مرتفعة لدى اللاعبين والجهاز الفني عقب الأداء المتميز الذي ظهر عليه الفريق في مباراتي الدوري الممتاز أمام مصر المقصة وغزل المحلة، وهو الأمر الذي بث روح الانتصارات في نفس اللاعبين قبل مواجهة بطل النيجر الإفريقية، بالرغم من إصابة أكثر من لاعب بسبب الكورونا، على رأسهم عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة، إلا أن الجهاز الفني أدى كامل ثقته في باقي اللاعبين. يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه سيد عبد الحفيظ رئاسة بعثة الفريق إلى النيجر بعد إصابة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي بكورونا، حيث كان مقرر أن يتولى رئاسة بعثة الفريق في النيجر. طبعا كل التوفيق لبعثتنا ونادينا وفرقتنا ان شاء الله في المباراه اللي جايه. طب تعالوا نكمل مع بعض قبل ما طبعا نكمل الانترو بتاعنا، معانا بعض الاخبار الخاصه طبعا بفرقتنا في النادي الاهلي، ونستعرضها سريعا مع حضراتكم زي ما قلنا، ونطمن كمان على البعثه هناك في النيجر. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي قال ان وليد سليمان لاعب الفريق الاول لكره القدم بينفذ تدريبات علاجيه، بيتأهل بعد طبعا بيشتكى من آلام في الركبة في برنامج تدريبي، وواضح ان طبعا يعني وليد هينضم ان شاء الله لتدريبات الفريق بصورة طبيعية جدا جدا بعد العودة من النيجر، وده طبعا من خلال استعداده بقى لبطولات الدوري الفترة اللي جاية. وليد كان بيشتكي شوية في صابونة الركبة، عنده مشكلة في الركبة، لكن ان شاء الله يرجع ويتمرن بشكل كبير مع الفرقة. كمان ان مروان محسن يعني بيمشي بشكل اكتر من رائع في البرنامج العلاجي والتأهيلي، كان كمان مروان بيشتكي من آلام في الركبة، هينتظم أكيد في التدريبات بعد العودة إن شاء الله من النيجر بإذن الله. طيب إن شاء الله ألف سلامة عليهم. نروح بقى لبكرة إن شاء الله، ناصر ماهر كمان بنقول له ألف سلامة، لاعب الفريق الواعد ده اللي هيعمل عملية بمعرفة دكتور باسم فليجة عشان يعني طبعا يتم تثبيت الكتف مرة تانية. تعرفين حضراتكم أن ناصر أصيب خلال مباراة المقصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي طالب بنفسه، طلب من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الفريق انه يعرض ناصر ماهر على كونسلت طبي متخصص علشان يحدد العلاج المطلوب بشكل دقيق جدا علشان الاصابه دي ما تتكررش تاني. عارفين حضراتكم يعني خلع الكتف ده ممكن يتعرض، طالما اتعرض ليه مره اولانيه هيخيب
شهرين كمان، ومفترض انه يغيب شهرين بعد العمليه ان شاء بعد العمليه بقى يقرروا يعني. فبنقول له الف سلامه عليك يعني. طبعا بعد ما عرض ناصر ماهر او عرض على الاطباء المتخصصين، تم الاستقرار على اجراء جراحه بكره زي ما قلت لكم بمعرفه دكتور باسم احد اكبر الاطباء المتخصصين في اصابات الكتف تحديدا، وبيغيب طبعا عن المشاركه مع فريقه زي ما قلنا. الف سلامه على ناصر، وان شاء الله يرجع بقى الشهرين الف يعني. سلامه ان شاء الله. وزي ما بقول دايما النادي الاهلي بيبقى دايما الخطوات اذا كان بيستعد بخطوات فنيه واداريه كمان على الجانب التغذيه، جانب التغذيه مهم جدا في حياه اللاعب، وبالتالي فريق الكره بالنادي الاهلي بيصطحب معاه الشيف محمد الدالي في رحله الفريق طبعا الى النيجر لمواجهه سونديب في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني ضم الدالي لبعثه الفريق بعد وجبات خاصه وفقا طبعا للبرنامج الغذائي اللي بيسير عليه اللاعبين خاصه في المباريات الخارجيه. بعث النادي الاهلي زي ما قلنا غادرت الى النيجر بطياره خاصه في النهارده الساعه 2 بعد الظهر، وطبعا هيواجهوا مباراة يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 4 بتوقيت القاهره. زي ما بقول لكم النادي الاهلي بيستعد من كل النواحي. طبعا الف سلامه على اللعيبه اللي جالها كورونا، اكيد يعني هيكون ان شاء الله يعني اي لعيب هينزل او اي 11 ان شاء الله يعملوا شكل جيد ومباراه جيده، لكن كمان على المستوى التغذيه وده مهم جدا. النادي الاهلي كمان بيحرص خاصه في المباريات الخارجيه في افريقيا ان يكون في شيف بيحضر الوجبات الصالحه والوجبات الصحيه اللي تلائم لاعب الكره بشكل كبير. طيب نروح كمان لقرار يعني احد قرارات مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب، اللي كلف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره برئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم اللي طبعا اتجهت للنيجر زي ما قلنا لحضراتكم النهارده الساعه 2 الظهر تقريبا في طبعا للسونوديب في ذهاب دور ال 32 لدوري رابطه الابطال. القرار ده طبعا جه لضيق الوقت زي ما قلنا برضو انه المسحه الطبيه اظهرت اصابه السيد محمد الضماطي عضو مجلس الاداره في كورونا بكورونا، وهو اللي كان من المفترض انه يتراس بعثه الفريق، وبنقول له الف سلامه عليه. الف سلامه عليك يا دكتور. هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم اخبارنا في البيت الكبير.